النهارده هنتكلم او حلقتنا النهارده هتتكلم على الام الظهر للناس اللي عايز تتمرن وبتقول ظهري تعبني مش بعرف اتمرن عليه. حلقتنا النهارده هتتكلم عن الام الظهر والام الانزلاق الغضروفي. تابعونا. آلام انزلاق الغضروفي. يعنى الكثير من الأشخاص من مرض انزلاق الغضروفي، وغالبا ما تكون التمرينات والعلاج الطبيعي جزءا مهم في علاج مرض الانزلاق الغضروفي. وقد يقترح أيضا الأطباء ببداية الشخص بتمارين خفيفة ثم التدرج إلى تمرين متوسط إذا يمكن أن تساعد التمارين في تخفيف آلام الانزلاق الغضروفي، كما تؤدي الى تعزيز المرونة في العمود الفقري والركبة والظهر. تابع ايه هي افضل تمرينات لالام الظهر والانزلاق الغضروفي. 1- تمرين رياضة لمرض الانزلاق الغضروفي. تساعد التمارين في تخفيف الام الظهر الناتج عن الانزلاق الغضروفي. بما ذلك، ما هي الرياضات التي تشمل فيها التمرينات المناسبة لألام الظهر؟ زي ركوب الدراجة والسباحة، وقد تكون بعض الأنشطة الهوائية مناسبة بشكل أفضل حسب حالة المريض. لذلك يجب التحدث مع الأطباء حول أفضل التمرينات لقيام إليك بعض التمارين التي تساعدك في تخفيف الألام الانزلاق الغضروفي. 2- تمرينات انحناء الظهر. ما هي التمرينات التي زي ما انت شايف في الصورة قدامك، امسك ركبتيك باتجاه صدرك في الوقت نفسه، حرك الرأس للأمام حتى يكون هناك امتداد مريح عبر منتصف وأسفل الظهر، وكرر التمرين ده عدة مرات لتجد راحة في ألام الظهر. 3- تمرينات الركبة إلى الصدر. زي ما أنت شايف قدامك في الصورة كده، ضع يديك على ركبتيك واسحب باتجاه الصدر مع تبادل الرجلين والتكرار، وكرر عدة مرات ليجد راحة في الألام الظهر. 4- تمرين تمدد الظهر. زي ما انت شايف في الصورة برضو قدامك، على وضعية مرفقي تحت كتفيك ويدك للأمام، اضغط للأسفل بيديك أثناء رفع الرأس وكتفيك وصدرك على الأرض. استمر لمدة 8 ثواني إلى 10 ثواني، وكرر التمرين 10 مرات. 5- تمرين تمدد أوتار الركبة. اجلس على الارض بحيث ان تكون احدى ساقيك متمدد والاخرى منسية بالقدم على الفخذ الداخلي للساق. انحي للامام مع الوركين الى اقصى حد ممكن حتى تشعر بامتداد اوتار الركبة لمدة 20 الى 30 ثانية، ثم قرر التمرين للساق الاخر. 6- تمرينات الحوض. على زي ما انت شايف في الصورة برضو، على الظهر ثم ثني ركبتيك، ارفع بطنك للأعلى، تكويس أسفل الظهر مع الاستمرار والضغط على الأرداف والكتفين. استمر لمدة 5 إلى 10 ثواني، ثم استريح. افرد ظهرك على الارض وشد عضلات البطن وعظام الحوض قليل، واستمر لمدة 5 ثواني الى 10 ثواني، وكرر هذا التمرين لمدة 4 مرات. 7- تمرين وضع الجلوس. اسجد
على الارض وبكرة زراعيه كمتمددة للامام على اتصال بكعبيك، دع وجهك يرتاح الارض، استمر لمدة 20 إلى 30 ثانية وكرر لمدة 4 مرات. 8 تمرينات لعلاج الانزلاق الغضروفي في الرقبة والام الرقبة. زي ما انت شايف في الصورة كده، عند الانزلاق الغضروفي يمكن ان يسبب الضغط على اعصاب الرقبة في الام عضلات الرقبة والكتفين، وقد يسبب ايضا الام في الذراع. تعرف على بعض التمرينات لعلاج الانزلاق الغضروفي. زي ما انت شايف في الصورة كده، تمرين شدد الدقن اللي هو التمرين 9، يساعد التمرين على تحسين قوة عضلات الرقبة ويساعد على تقليل وضع الرأس للأمام والكتفين. اجلس او اقف في وضع جيد، اسحب الرقبة للخلف والدقن في وقت في وقت في في الوقت نفسه لمدة 2 أو 3 ثواني، ثم حرك للأمام وكرر التمرين لمدة 10 مرات. التمرين 10 زي ما انت شايف، تمرين الذراع على الجدار، سيؤدي ذلك الى تمدد منطقة الصدر. 10 تمرين الذراع على الجدار سيؤدي ذلك الى تمدد منطقة الصدر والرقبة، ويسمح لك بان تكون في وضع افضل، ويمكن ان يخفف بعض الام اقرب اضطرابا من الحائط. ومد ذراعك خلف من وضع راحة اليد على الحائط. الان انحي للامام الى الامام بعيدا قليلا على الذراع المتمدد، انظر لمدة، انتظر لمدة 30 ثانية وكرر هذا التمرين الاخر لكي تشعر باي الام توقف عن هذا التمرين، وجرب تمرين اخر. وهذه التمارين تساعدك على ممارسة الرياضة لكي تقضي على أمراض آلام الظهر والانزلاق الغضروفي والامتداد اللطيف في تخفيف آلام الناتج عن الانزلاق الغضروفي. ويمكن أيضا لتقوية عضلات الظهر والأوتار والركبة، لأنها تخفف من آلام الضغط على العمود الفقري لمنح الآلام دائما. وإذا تعرضت إلى آلام شديد فعليك إلى زيارة الطبيب المختص بالحالات المرضية، الطبيب المختص في هذه الحالات المرضية، قبل القيام بأي تمارين للتأكد منها لن تسبب المزيد من الآلام. إذا يعتمد اختار الطبيب للتمرينات الرياضية على الحالات الصحية لمرض الانزلاق الغضروفي. وشكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ويا رب يكون افدتكم بهذه المعلومات المفيدة. وما تنساش تدعمنا باللايك والشير لكي تستفيد الجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.